للمزيد ينضم إلينا الزميل عوض الغنام مراسل إكسترا نيوز. عوض، برحب بك بداية، يعني مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع بالطبع لديك، تفضل عوض. تحياتي ندى. هو الأهم من الموضوع حيث أنا متواجد الآن، ما هو المكان الذي أنا أتواجد به الآن؟ هو داخل مقر القيادة الاستراتيجية، وما أدراك ما هذا المقر، هو فخر لكل المصريين. هنا في داخل هذا المكان تحديدا هو مركز التحكم في الطاقة في الكهرباء، سميه كما تشاء، لكن هذا المكان هو أول كاميرا تدخل إليه هي كاميرا إكسترا نيوز، ونحن يفصلنا نحو 10 دقائق أو ربع ساعة على التوقيت اليومي الذي يتم من خلاله عملية تخفيف الأحمال. هل سيتكرر هذا الأمر مرة أخرى أم لا؟ لأول مرة منذ عدة أسابيع أو ربما شهور سيتم الانتهاء من هذا الأمر تماما كما وعد رئيس الوزراء في أكثر من موقف وأكثر من موقع، واليوم يأتي تأكيد ذلك بشكل عملي، لأن الذروة دوما في الشبكة القومية المصرية ما بين الساعة 3 مساء إلى الساعة 7 مساء. سنتابع مشاهدينا الكرام وأنتم معنا على الهواء الآن حركة هذه الأسهم أو الخرائط التي تظهر خلفي، الآليات العمل التي تتم داخل هذا المركز الذي يتم من خلاله التحكم في كل الشبكات الكهربائية أو شبكات الكهرباء في مصر من حيث الإنتاج ومن حيث التوزيع. وسيكون ضيفي الكريم المهندس عادل الحريري، وهو مسؤول عن هذا الأمر بشكل مباشر، لكن اسمح لي أن تعرف عن تيتر حضرتك أولا. المهندس عادل الحريري، رئيس قطاعات التشغيل بالمركز القومي للتحكم في الطاقة، الشركة المصرية للنقل الكهرباء، وزارة الكهرباء والطاقة. مركز التحكم في الطاقة، سريعا، ما هو، ما الدور الذي يقوم به؟ المركز القومي للتحكم في الطاقة يعتبر هو العقل المدير أو المدبر للطاقة في مصر، من خلاله بيبقى معانا إتاحية التوليد في الشبكة الموحدة، ومعانا الحمل، نرصد الحمل ساعة بساعة، وعندنا إدارات كتيرة بتعمل الفوركاستنج أو التوقع تنبؤ بالأحمال ساعة بساعة، بحيث أقدر أجابهها بتوليد موجود عندي. أنا طبيعي عندي الحمد لله في الشبكة المصرية في توليد من جميع الانواع، ميكس جينيريشن زي ما بيقولوا، عندي توليد مائي، توليد حراري، توليد طاقات متجدده الحمد لله، وداخلين على النيوكلر ان شاء الله في 28. فالامور الحمد لله عندنا في مصر مستقره. يقول لك المشاهد الان، اذا كان عندنا كل هذه الامكانيات، ليه في الصيف الكهرباء بتقطع؟ نشرح لدى الناس. احنا كقطاع كهرباء وزاره الكهرباء الحمد لله ما عندناش مشاكل تماما، احنا عندنا قدرات تكفي لارقام ضعف الحمل اللي احنا فيه دلوقتي، وده مظبوط في كل تقارير وزارة الكهرباء الحمد لله. لكن محتاجين للوقود، مظبوط كده يا فندم؟ والله محتاج الوقود. والله تم توفير الوقود اخيرا. احنا كتحكم بنتعامل حسب الظروف اليومية الموجودة بالنسبة لنا او المتاحة بالنسبة لنا. احنا دلوقتي كوزارة الكهرباء عندنا قدرات كبيرة جدا تتعدى ضعف الحمل. طب نشرح ده بالخريطة بقى، ايه المحطات اللي عندنا؟ وزميلي حسين محمد بعد اذنك يشرح لنا ده بالكاميرا. نبدا بقى هنا السد العالي فوق. احنا عندنا التوليد المائي، أهم محطة عندي هي محطة توليد السد العالي، ده توليد مائي في عنده 12 وحدة في 175 ميجا وات، ده تقريبا يعني قدرة كويسة حوالي 2100 ميجا. في عندي توليد مائي كتير يتعدى 2.8 جيجا، عندي توليد حراري مركب يتعدى 65%. طاقة متجددة يا فندم؟ لا، مركب، توليد حراري مركب. عندي طاقات متجدده تتعدى 10% من الايه، من الكباستي بتاع الشبكه المصريه. طب الشبكات بقى الجديده والمحطات اللي تم تدشينها مؤخرا المسمى بمحطات سيمز، انا عندي هنا محطات كتير، اشرح لي المحطات دي اللي البنيه التحتيه اللي اتطورت في الدوله مؤخرا، اضافت قد ايه لقطاع الكهرباء، هذا القطاع الحيوي ده؟ الحمد لله عندنا في محطات سيمز، عندنا في 3 مواقع في سيمنز، كل موقع يتعدى 4800 ميجا بإجمالي قدرات حوالي 14400 ميجا. ده رقم يعتبر تلت الطاقة اللي كانت القدرات اللي كانت موجودة قبل كده. يعني لو ما كانش المحطات دي موجودة كان هيبقى الأزمة أكبر وقت. تمام يا فندم، لكن الحمد لله اتعمل. وبني سويف وإيه كمان يا فندم؟ وغرب البرولوس وبني سويف والعاصمة الإدارية اللي احنا موجودين فيها. ممتاز، محتاج أعرف المشاهد الكريم الرقم ده معناه إيه؟ هي دي حركة الكهرباء الآن في بر مصر كله؟ ده حمل الشبكة المصرية دلوقتي حالا متغير قدام حضرتك 36300 زي انت شايفه كده. بيوصل امتى الرقم القصوى يا فندم ده؟ اكثر رقم كام؟ في البيك في المغرب، بعد المغرب، من المغرب لغايه يعني بعد المغرب لمده ساعتين كده. ليه؟ لان دي وقت اناره الشوارع واناره البيوت، ده يبقى في استهلاك اكتر يعني.
نشرح بقى بالخريطة الأخرى لأن في تفاصيل مهمة. هذه الخريطة هي التي يتم من خلالها تحديد قوة الأحمال، يعني هذه الخريطة ستتغير بعد 10 دقائق من الآن كما كنا نتحدث عند الساعة 3 من عصر كل يوم كان هناك تخفيف من الأحمال يبدأ. هل سيبدأ اليوم؟ مؤكد طبعا لن يبدأ، لكن الخريطة الآن سنشرحها ونحن على الهواء مباشرة. تفضل يا باشمهندس. بص يا فندم، دلوقتي أنا عندي ده الحمل الشبكة أو منحنى حمل الشبكة عفوا بيبدأ مثلا بدئين من الساعة 0 هوت الحمل نازل نازل، لأن الناس في الفترة ديت بتبقى ايه، بتبقى نايمة ومعظم الاستهلاك قليل، استهلاك قليل. بعد كده لغاية الساعة 7 الصبح يبدأ الحمل يرفع معايا تاني زي ما انت شايفه كده. ده الحمل اللون الأحمر، ده الحمل اللي اليوم المناظر يوم الحد اللي فات، والحمل باللون الأخضر ده الحمل اليومي بتاع النهاردة. ايه الفرق بينهم لو عملنا مقارنة سريعة؟ يعتبر ما فيش فرق زي ما انت شايف كده، ما فيش فرق بينهم لان يعتبر درجات الحراره متقاربه، درجات الحراره متقاربه ما فيش فرق. لكن بنبدا هنا عند الساعه 15 هي الساعه 3 مساء ببدا، كنت كل يوم ببدا اخفض احمال ما يعادل حوالي 5 ميجا في اللحظه دي، بخفضها 5 جيجا اخفضه 5000 ميجا بخفضه من الشمس. كل يوم، كل يوم من الساعه 3 للساعه 19 اي 7 مساء. النهارده ما فيش ده الحمد لله. من النهارده توجها مع سياسه الدوله وسياسه دوله رئيس الوزراء وتعليمات دكتور محمود عصمت رئيس وزير الكهرباء والطاقه ان احنا من النهارده مش هنخفض، فان شاء الله باذن الله الحمل هتلاقيه بعد الساعه 3 هتلاقيه بدل ما بينزل النازله ديت هيبدا يرتفع تاني ويكمل الحمل اليومي قبل ما يحصل مشكله. خالص، شكرا تخفيف. شكرا لسيادتك. ببساطه، ليه النهارده ما فيش تخفيف للاحمال كما هو المعتاد في الايام الماضيه؟ لان الدوله المصريه استطاعت في وقت قياسي للغايه ان توفر موارد من الوقود سواء مازوت او سولار او غاز ايا من كان هذا مصدر الوقود، وتم دفع كل هذه مصادر الطاقه نحو الشبكه القوميه للغاز، وبدورها هذه الشبكه تذهب مباشره او تعطي الاحتياجات الضروريه للمصانع والشركات والمنازل وبالاضافه الى محطات الكهرباء. كم كلف كل ذلك موازنة الدولة المصرية في هذا الوقت القياسي؟ نحن نتحدث عن 1.2 مليار دولار. وإكسترا نيوز كان لديها تجربة صحفية على الأرض الواقع من خلال هذه المحطات التي ترسو الآن في ميناء عين السخنة، والتي على مدار الساعة تقوم بضخ أو بتحويل الغاز من المادة السائلة إلى المادة الغازية والدفع بها إلى هذه الشبكة. لكن من الصيف القادم لن تتعرض الدولة المصرية ولا أي من هذه الشبكات لمثل ما حدث حسب وعد رئيس الوزراء، لأن هناك استراتيجية بدأ العمل بها، وليس سيبدأ العمل بها، بدأ العمل بها بشكل كبير على أرض الواقع من خلال الاعتماد بشكل رئيسي على الطاقة المتجددة، وحينها لن يتم الاعتماد على الوقود الأحفوري مثل الغاز والسولاري والمازوت، بالإضافة إلى الشبكة العربية التي تعمل عليها الدولة المصرية بالتنسيق مع عدد من العواصم العربية الربط الكهربائي. وبالمناسبة اليوم ونحن على الهواء مباشرة يتوجه وزير الكهرباء إلى دولة السعودية الشقيقة للتأكيد على هذا المفهوم، وهذا سيمثل نقلة كبيرة يحتاجها قطاع الكهرباء في الطرفين، لأن الذروة لدى المملكة العربية السعودية عند منتصف النهار، والذروة كما كان يشرح الباشمهندس هي بدأ من بعد العصر حتى الساعات الأولى من المساء، فبالتالي الدولتان ستحتاجان لهذا التعاون في هذا الوقت المهم للغاية. على كل حال سنبقى معكم مشاهدينا الكرام مع نخبة من الخبراء هنا داخل هذا المركز الحيوي المهم للغاية الذي يمثل إضافة حقيقية لهذا القطاع المهم، قطاع الكهرباء في مصر، لنتابع عن كسب تطبيق عملي لرؤية الحكومة الخاص بتخفيف الأحمال على الشبكة القومية. وعد رئيس الوزراء فصدق فيما وعده، وبدأ الآن تطبيق هذا الأمر على أرض الواقع خلال ربما الدقائق القادمة، وتحديدا نتحدث عند الساعة 3 من عصر هذا اليوم. تفضلي ندى لو لديك أي تساؤل عن المشهد. نعم، أنا بشكرك في الحقيقة جزيل الشكر الزميل عوض الغنام، وشكر موصول أيضا لضيفك الكريم، دائما ما يكون لك رؤية مختلفة في الحقيقة عوض، شكرا جزيلا لك عوض الغنام مراسل إكسترا نيوز.